طيب احنا معانا اميره. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، مساء النور. اتفضلي. اسلم الدكتور سعيد. الدكتور معاكي، اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا اميره، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ انا كويس تمام. يا دكتور كنت عايزه اوصل شعر دهني عشان عندي قشره. حاضر. عيني، عندك كام سنه؟ عندي 20. 20 سنه. شعرك حلو ولا اكرت ولا ايه؟ لا لا حلو، بس انا مشكلتي كلها في القشره بس. حاضر، اقول لك حاجه. شكرا ليك. شكرا يا أميرة. اتكلمنا عن الوصفة، قلنا عن قلنا قبل كده قشر الشعر يا جماعة من أحسن الحاجات هو الألوفيرا أو الصبار. يا إما تجيبي صبار فريش اللي هو الصبارة وتقطعيها وتاخدي الجل بتاعها، ده من أحسن الحاجات اللي بتعالج قشرة الشعر. والأحسن منه إن أنت تغسلي شعرك بشامبو العسل، ده من عندنا معلش استحملينا. وهتجيبي كوباية مية شفشق، مية كبيرة كده، تحط عليه معلقتين أو ثلاثة خل، خل العادي ده اللي تطبخوا بيه ده، وتقلبيهم كويس وتشطفي بيهم فروة الرأس صبح وليل. بس خلي بالك ما تركزيش خلي كتير عشان ما يحرقش فروة راسك. بينشف الشعر كمان ولا هينشفه؟ بس هو خلال الاسبوع القشره بتروح، فانت بعد كده بتصدموش تاني. يعني الخل ده، هي في ناس بيبقى عندها القشره بتقعد بالسنه وبالاثنين، بتعمل لهم مشاكل، حتى بتعمل ست مشاكل تلاقي في شعر في هدومها وللرجاله. أيوة تبقى مشكله قوي، تلاقي تحس ان انت لابس جاكيت كده معفر يعني، واخد بالك؟ فعشان كده الميه بالخل ده حلو قوي. عندنا وصفه برضو في صفحه كام اقلب انا كده، كام صفحة 123 برضه، نقول نروح ديسمبر. تعالى ديسمبر 123 اهو، قشر الشعر. بصي، معلقة من جزر الزنجبيل مبشورة، 3 معالق كبيرة زيت سنسل، نص معلقة ليمون، تمسكيهم كويس تقلبيهم كويس في بعض وتدهني بيهم فروة الراس 3 مرات في الأسبوع. يبقى معلقة من جذور الزنجبيل مبشورة، 3 معالق زيت سمسم، ونص معلقة ليمون. ده برضه بيضايق. الوصفة التانية، خل وعصير تفاح معلقه ومعلقه، تقلبيهم برده كويس وتدهني بيهم فروه يعني الراس. يعني الليمون لا اما الخل. برافو عليك. يعني احنا عاملين 5 وصفات اهم موجودين دول اللي ايه، لقشره الشعر عشان خاطرك يا اميره، عشان شعرك الحلو ده، شعرك الدهني ده. بس الغسيل الشعر يفضل، قلنا شامبو بالعسل. يا جماعه ارجوكم حاجات طبيعيه، استحملوا استحملوا ان انتوا تاخدوا من عندنا شامبو بالعسل. معلش ليه؟ لان العسل، انا قلت لك العسل ده انتي بكتيريا، يعني مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروزات، وفي نفس الوقت بيغذي الشعر العسل نفسه. فلما تعملي شامبو بالعسل فانت بتقللي السايد افكت بتاع الشامبو الكيميكالز، وبتغذي شعرك بطريقه غير مباشره، وبيطري الشعر طبعا كويس. ولازم تاخدي، يعني انا دايما اقول للناس اللي بيقول لك عندنا جفاف في الشعر، خلي بالك لازم لازم بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو لازم ولا بد انك تحطي حمام كريم او بلسم او الحاجات اللي هي المرطبه للشعر، لان الشعر بيتعرض للعوامل الجويه صعبه قوي، بغض النظر عن الكوافير بقى وما يحدث جواه، ان انت برضه في الشارع او حتى لو قاعده في البيت وسايبه شعرك، حتى المحجبات بيبقى الحجاب كاتم الحراره فتره طويله لو هي في الشارع. بالزبط. طب لما تروح البيت، لما بتروح البيت برضه بتخلع الحجاب، بتتعرض برضه درجه حراره عاليه ودرجه حراره كويسه وتراب وعفار، كل ده متعرضين ليه. عشان كده بنقول يا جماعه محتاجين الشعره نفسها تتغذى. هنغذيها بيه، نغسل بشامبو العسل وناخد حمام كريم بالجينسنج او حمام كريم بالثوم. عندنا كل الحمامات دي كلها مستورده.